التجارة الخارجية لمصر. احنا كان عندنا ايه المشكلة؟ المواني اللي موجودة، المواني معلش عشان نبقى واضحين، مواني قديمة، الأرصفة يمكن مش كافية، أطولها مش كافية على الإطلاق، أعماق المواني ما تكفيش السفن العملاقة أنها تدخل، ولكن كمان كان التحدي الأكبر المنظومة اللي بيحصل فيها التخليص للجمركي والإجراءات والفحص والمعامل والإجراءات البيروقراطية الرهيبة اللي كانت تبقى موجودة. احنا توجيه سيادة الرئيس كان دخول بالميكنة الكاملة لهذا الموضوع. فالحقيقة اللي اتعمل منظومة بكل المقاييس، منظومة بتنقل المواني المصرية لنقلة تانية خالص وتبقى كافية لـ 30-40 سنة اللي قدام. يعني أنا عايز أدي بس حضراتكم مثل، إحنا أنشأنا في مواني الدخيلة واسكندرية مجموعة مباني، وحضراتكم تفقدتوها معانا، المعامل المركزية الجديدة. المعامل دي فيها كل جهات الدولة اللي بتفحص وتراقب بقيت موجودة في هذا في هذه المجموعة من المعامل، بحيث إن أي شحنة بتيجي أو حتى هتخرج بتتفحص في هذا المكان. طب كان بيحصل قبل كده، بس عشان ندي حضراتكم مثلا، لو في سفينه قمح جايه كانت بتروح جايه على المينا، تنزل تدي عينه، تنزل تدخل على الرصيف، تروح منزله عينه وتخرج تاني في البحر. العينه دي كانت تروح فين؟ تنزل القاهره، وعبال ما يعني تعمل لها فحص وترجع النتيجه، احنا كده ضيعنا اسابيع، ممكن كان بيحصل اسابيع. طب الكلام ده ببلاش؟ لا، ده كنا بندفع رسوم على هذا الكلام وبالعملة الصعبة. نفس الكلام كان ممكن ينزل هنا في اسكندرية يعني شحنة أخشاب كبيرة جدا، المعمل الوحيد اللي كان موجود في دمياط، فتروح عربية ينزلوا عينة وتروح طالع على دمياط عشان يتفحص ويرجع. الأهم كانت أي حاوية بتنزل المفروض في جهات فحص، مش عايز أقول أعدادها، ممكن كان 12 جهة 14 جهة. فكان اللي بيحصل إيه؟ الحاوية تتجاب، كل جهة بيوم تروح جاية تفحص، تفتح الحاوية تفحص وتاخد العينة وتقفلها وترجعها، تاني يوم ترجع جهة تانية. كانت منظومة، أنا آسف أقول منظومة عقيمة، ومنظومة ما ينفعش أنها تبقى موجودة في المواني بتاعتنا. ونتيجة لكده متوسط الإفراج كان ما بيقلش عن 3 أسابيع. طب المواني العالمية متوسط الإفراج قد إيه؟ 3 أيام. اشتغلنا على هذا الموضوع مع معالي الوزراء، ابتدينا نعمل تطوير كامل. بقى توجيه سيادة الرئيس في كل مينا من المواني الرئيسية مجمع المعامل اللي حضراتكم شفتوه وتفقدناه مع بعض، بحيث ما فيش حاجة تنتقل ولا تخرج ولا الكلام ده كله. اتعمل مبنى، يمكن حضراتكم يعني خدتوا بالكم زورناه، مبنى صغير كده، ده اللي هو بقت اللجنة اللي بنجمع فيه كل الجهات اللي عايزة تفحص الحاوية. بدل ما كان كل واحد بيفحصها في يوم، لا، هم كلهم بيتجمعوا، الحاوية بتنزل تتفحص في وقت واحد وتطلع بيها الإجراءات علشان نخلص. عندنا يمكن شفنا طبعا المشروع العملاق بإنشاء مجموعة أرصفة جديدة، سواء في الدخيلة رصيف 100، وفي طبعا اسكندرية والصب الجاف والنظيف والغير نظيف اللي هيتعمل، ولكن في اسكندرية طبعا يعني المينا العظيم أو الأرصفة العظيمة 55-62 اللي يعني ده هتنقل مينا اسكندرية كلها نقلة نوعية جديدة ومعمولة ومدارة، وهتدار بأحدث ما وصلت إليه الأنظمة الإلكترونية يعني الأوناش اللي ابتدت تبقى موجودة، وإن شاء الله على آخر هذا العام هتكون هذه المنظومة بالكامل شغالة، وإن شاء الله يبقى فخامة الرئيس بإذن الله يفتتحها بنفسه قبل نهاية هذا العام. فمنظومة كاملة بيحصل تطوير كامل للمواني، منظومة الإفراج المسبق عن الشحنات، ودي منظومة اللي احنا بنسميها الـ ACI مع وزارة المالية. بقى النهاردة المواطن بيجي معاه الورق بتاع الشحنة، كان بيبقى معاه ما يطلق عليه، أنا آسف أقولها باللفظ كده، الدرج المنافستو، اللي مكتوب إنه لازم ياخد موافقات من 20-30 جهة. بقى بيروح في مكان واحد كلهم متجمعين فيه، بيبدأ إن هو يخلص كل إجراءاته وهو واقف. كل دي منظومة جديدة احنا شغالين عليها في كل مواني مصر النهاردة، بهدف ان مصر فعلا تبقى مركز اقليمي عالمي، نستغل الموقع اللي كلنا دائما نتغنى بموقع مصر المتميز. لا، يبقى ده من خلال منظومة مواني جديدة بتنشأ وترفع كفاءة المواني القائمة، بحيث يبقى عندنا منظومة حديثة. وده اللي خلى الحمد لله النهاردة، عشان بس أدي لحضراتكم، وانت حضراتكم بتتابعوا من خلال مذكرات التفاهم والعقود التوقيع اللي بتتعمل جوه المجلس الوزراء، أكبر شركات شحن وشركات حاويات في العالم
النهاردة بالرغم من كل التحديات بقت جاية بتوقع على حق امتياز واستغلال وإدارة لأرصفة النهاردة الدولة المصرية نجحت في تنفيذها وبتنفذها في خلال الفترة الجاية، ولولا اللي اتعمل ده ما كانش هذه الشركات فكرت أنها تبقى موجودة في مصر. أنا بس بدي مثل للمنظومة كبيرة جد 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 أيضا بعد المواني زي ما حضراتكم تابعتوا ميدان محطة مصر، ويمكن الميدان ده لوحده كان معضلة في اسكندرية، ولكن إن شاء الله في خلال شهر ونص هينتهي الأعمال بالكامل. اتعمل سوق حضاري للباع الجائلين، تنظيم كامل لحركة المشاة والسيارات، وأعمال جمالية وتجميل للحديقة المركزية اللي هتحصل، حلقة السمك التاريخية اللي كان المبنى الحقيقة من 1800 وشوية النهاردة يعني بتعمل حلقة جديدة بالكامل 4 أضعاف الحلقة القديمة عشان تستوعب برضو كل تجار السمك والبياعة اللي كنا بنقول عليهم البائع السريح، هيبقى برضو جوه المبنى الجديد. والمبنى التاريخي القديم يتحول لمجموعة مطاعم لأهالي اسكندرية ولأي حد زائر النهاردة يتمتع بهذا الموضوع. احنا النهاردة دلوقتي موجودين في مبنى يعني، وانا كان يعني انا عايز اقول لحضراتكم يعني قبل ما اكون رئيس وزراء مهندس معماري كنت دايما بتالم كل ما اجي ازور اسكندريه في اخر 10 سنين والاقي هذا المبنى التاريخي كان يعني الاهمال والمكان محترق. ده من احداث من ثوره 2011 للاسف تم يعني حرق هذا المبنى التاريخي، وكان توجيهات فخامه الرئيس طبعا لمعالي وزير العدل بتطوير كل المحاكم على مستوى الجمهوريه. فالنهارده المبنى زي ما حضراتكم شفتوه أعيد ترميمه على أعلى مستوى، رجع تاني زي ما كان من القرن 19. الأهم يمكن مع يعني معالي المحامي العام، وطبعا النهاردة الجهد اللي بتقوم به النيابة العامة في مصر والنائب العام، الميكنة الكاملة لكل خدمات النيابة العامة. تفقدنا في الدور اللي فوق المجمع الخاص بالخدمات الإلكترونية للمواطنين اللي بتقدمها النيابة العامة، لأن طبعا إحنا إن شاء الله يعني رايحين أن يبقى كل أعمال وخدمات النيابة العامة مميكنة بالكامل. ده ضمن كمان موضوع منظومة التقاضي عن بعد اللي ابتدت برضو بتتعمل بمنظومة إلكترونية. فالحقيقة حركة تطوير بتحصل وبنتفقد مع كل السادة الوزراء الأعمال دي، وأهم حاجة إن المتابعة بعد كده مش مجرد الافتتاح، هتبقى الإدارة والتشغيل، لأن يمكن ده يمكن بالذات في المواني زي ما كنا بنتكلم كلها شركات قطاع خاص اللي هتبدأ مع الدولة هي اللي بتدير وتشغل هذه الأصول بإذن الله. شكرا لحضراتكم.